انطلقت ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. هذا وتعقد جلسات تبحث موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلية ولائحة تنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها.